يعني هنالك توجهات لحل الحشد ودمجه بالقوى الامنيه، لكن هذا الموضوع يعني يحتاج الى اراده سياسيه حقيقيه. وهنالك ايضا مشكله في هذا الموضوع باعتبار انه الحشد شيء مقدس ويصعب التحدث عنه، لكن هو بالعموم يعني القوات اي نوع من القوات تشكل في وضع طارئ لابد ان بعد انتهاء الحاجه من عنده انه حل. لكن اليوم الحشد الشعبي ايضا في داخل انقسامات، هناك انقسامات في الحشد الشعبي من العتبه المقدسه وغيرها، وهنالك من انشقوا من قبل الحشد الشعبي وانشقوا عن واجبهم المقدس بحمايه العراق وتوجهوا الى امور اخرى والانخراط بالعمل السياسي او غيره. هذا بحد ذاته هو المشكله الكبيره. لكن اليوم التوجهات الى واصوات هنالك من تنادي بحل الحشد الشعبي، المشكله هي لا تكمن في الحشد الشعبي، المشكله تكمن بالشخوص ما وراء الحشد الشعبي، لان باعتبار اليوم الحشد الشعبي هم اشخاص من الشعب العراقي، قسم من عندهم قاتل وضحى بالغالي والنفيس للحفاظ على روح العراقيين، لكن المشكله في القيادات، المشكله في بعض الاشخاص الذين يستغلون وجودهم ويستغلون اسم الحشد الشعبي لمصالحهم ومنافعهم الشخصيه. نعم، كيف غيرت تشرين من استراتيجيه الفصائل؟ لماذا يعني تحول السلاح من الدفاع الى التهديد؟ اليوم الضغط الدولي، الضغط الدولي على السلاح اللي منتشر بالعراق، هناك توجيهات امريكيه ايضا بقضايا حل الفصائل المسلحه بالعراق. هذا الضغط الامريكي الكبير يحاول ان يوجه من الفصائل المسلحه والسلاح بالشارع باعتماده، وهنالك كم كبير من الانتهاكات في داخل العراق. اليوم الانتهاكات من 2019 لغايه الان هذه الانتهاكات لم تنتهي. الهروب من قضايا العداله، يعني لا توجد هنالك عداله ايضا بالاقتصاص من المجرمين. فلذلك اليوم الضغوطات الشعبيه وكذلك وضع العراق العالمي تجاه الامم المتحده وحقوق الانسان يحتاج انه يخفف من الوضع، لذلك هم توجهوا الى اسلوب اخر اللي هو انسحاب من السلاح بالشكل الظاهر والتوجه الى التهديد والضغوطات واستعمال بعض الاحيان سطوه الحكومه وكذلك قدرتهم في داخل الحكومه للضغط على الناشطين وعلى الاصوات المرتفعه وما تسمى بالاصوات العاليه. نعم.